انتهت نشرتنا، ولكن موضوعات وفقرات التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه يا يوسف؟ مساء الخير يا يوسف. اخبارك ايه؟ اهلا بيك. اهلا بيكم. يعني سريعا علشان وقت الحلقه معاك، اكيد النهارده في موضوعات مهمه. طبعا في كلمه رئيس قدامك. خد راحتك يا يوسف. لا ما هو مش صاحب بيت. مش بايدي والله. والله صاحب بيت. الله يخليك. لكن استوقفني موضوع يمكن داخلي، وكان تم يعني الاثاره الفتره اللي فاتت عن موضوعات الانتخاب. يعني في كود مقترح من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بتنظيم تغطيه حوادث الانتحار. العقل زينه يعني لو صح الكلام. انا من انصار دايما ايه، مفيش داعي نقعد كل شويه نجري ورا شير ولايك، ولازم يبقى في عندنا وكنا نتكلم في ده كتير، يعني انا وانت وكل زمايلنا، انه لازم يبقى دايما في حد ادنى من الالتزام الاخلاقي والعقلي والمهني. ايه الوجاهه وايه الجمال وايه الابداع وايه السبق انك تعرض فيديو شديد العنف، يعني حد بينتحر، حد بتخبطه عربية فبيطير في الهواء ويقع يتفرتك، حاجات من النوع ده اللي هو ليه؟ بالظبط. طيب السؤال، هو ده بيحصل في حتة في الدنيا؟ لا. يعني لما تيجي تشوف مثلا محطات كبيرة سي ان ان ولا بي بي سي ولا سي بي اس ولا حاجات زي كده، الحاجات دي ما بتتعرضش، ما ينفعش. في قانون منظم. لا يليق طبعا. يعني الاف سي سي مثلا في امريكا توقف ده على طول، ما فيهاش هزار، والمحطة تتعرض لعقوبة. وبالتالي في طريقة ازاي نقدر نتكلم بيها على خبر متعلق بحادث مؤلم جدا او شيء يبقى فيه مشاهد صعبة او حالة زي حالات انتحار الى اخره. فانا كنت سعيد جدا باللي حصل النهاردة، انه يتحط زي كود اخلاقي ومهني للتعامل مع النوع ده من الحوادث. مهم جدا. صحيح. انا عجبني كلمتك قوي، العقل زينة، وفكرة الوعي حتى في التعامل مع هذه القضايا يوسف. ويمكن المحادثة الهاتفية اللي كانت مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت معاك منذ أيام، سيادة الرئيس قال فيها جملتين في غاية من الأهمية في الحقيقة. أولها الوعي، لما كنت بتكلمه على تجديد الخطاب الديني. أول حاجة طبعا قالها الوعي، وتاني حاجة قالها فكرة تكوين عقلية ناقدة، وده ما بيحصلش ما بين يوم وليلة، ده بيحتاج لسنوات، وبيحتاج لأن المجتمع يتضافر بكل أجهزته ومؤسساته كمنظومة لتشكيل الوعي منذ الطفولة، وحتى الشباب، وحتى أن يصبح رجل أو سيدة. فكرة أن تفرز أو أنك تختار بين الحق والباطل، وتكون عقلية فارزة، تكون عقلية ناقدة، ده مهم جدا في التعامل مع المرحلة اللي احنا فيها والمرحلة اللي احنا مقبلين حتى عليها. ده دور 100% في تعليقك. يعني بصراحة هي فكرة أن أنت تشغل بس مخك، يعني بالضبط. مسألة مش محتاجة مجهود كبير للدرجات دي. يعني هو زي ما اتقال في خبر النهاردة بتاع وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هو دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي. هنسيبك لحلقتك تنشر الوعي في النقطة في حلقتك تنشر بقى. كل التوفيق. والله يوسف أنا نفسي مرة نعمل حلقة كلنا سوا كده ونقعد نتناقش، يعني ما يبقاش في معانا ضيوف، نبقى احنا بنستضيف بعض وبنسأل بعض. أنا مستعد. فكرة حلوة. مش مشكلة. فكرة. تعالوا مرة نجرب. كل التوفيق. شكرا يا يوسف. شكرا يا نهى. شكرا لكل صناع التاسعة، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.